السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة. هنتكلم عن خبر سريع جدا، هو خبر محزن لكتير من المصريين، تحديدا سكان الشبرا وجواريها. سقوط كوبري التلاجة اللي هو غرب شبرا. كوبري التلاجة ده طبعا لسه معمول قريب من كباري الجيش، اللي لسه معمولة مش بقالها زمن كبير. وقع سد الطريق الزراعي خالص، فالطريق الزراعي دلوقتي مقفول، في يعني اختناق مرور كبير جدا في اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها ديت. طبعا بقى في طرق بديله، لكن في ازمه، فعلا ازمه مروريه كبيره، لان اغلب الناس اللي كانت موجوده لسه حتى الان حتى اللحظه ديت بيضطروا يرجعوا عكس، لان حتى صعب موضوع وصول الرافعات والاوناش ليها، هتاخد وقت على ما توصل. طبعا دي من ضمن بركه من بركات السيسي، طبعا لازم نحمل الموضوع، ما حدش يقول بقى يعني القضاء والقدر ده على راسنا من فوق، احنا كلنا مؤمنين بالله. لكن دي مش اول مره ولا تاني مره ولا تالت ولا رابع ولا خامس ولا عاشر كوبري يقع بالشكل ده، سواء كوبري مشاة او حتى كوبري عبور سيارات. مين بقى يتحمل ده؟ يعني محتاجين نعرف. محدش، الاعلام ما بيتكلمش، الاعلام ما بيك الحمد لله طبعا ما فيش اي وفيات بفضل الله، لانه وقع في ساعات يعني الصبح بدري. وقع الحمد لله، وقع بدري، يعني ما وقعش على حد، الحمد لله ما كانش في حد في الطريق، فدي بفضل الله كويس ان ما حدش اتصاب، وما نتمناش الضرر لاي حد لاي مصري يعني. لكن نرجع ونقول مين اللي هيتحاسب، مين اللي هيتسأل، الاعلام المصري هيتناول الموضوع ازاي، هيلبسوها لمين. لكن محدش هيتسأل، محدش هيتحاسب، التكلفة بتاعت الكوبري ديت على مين. وبعدين ما احنا هنضطر نعمل كوبري تاني، لان الكوبري ضروري ومهم، لان كوبري مشاة، كوبري عبور مشاة، فمحتاجين نعمل ده باسرع وقت. هنتكلف منين؟ كله على حساب الشعب. والتاني عمال طبعا يعدي لك في المباني بتاعته في العاصمه الاداريه، وعمال يظبط في اسره الرئاسيه، ومظبط حياته خالص، والشعب يغور في ده. فعايزين نقول له بركاتك يا سيسي، وادي المشاريع العظيمه اللي انت بتفتخر بيها، اللي هي البنيه التحتيه اللي هتخدم الاجيال اللي جايه لقدام، ل 100 سنه قدام، بيقعوا بقى ما بيكملوش سنتين ثلاثه والكباري بتقع. يا سلام، اشوفكم في فيديو جديد.